لقيت بزاف ديال الناس في شنبيل في حيت هادشي كان بارلي فوت كان بار اس ام اس لقيت بزاف ديال الناس في داموني صوتوا ليا شجعوني الفنانه دنيا باطمه هي كتمني بانها علاقه زوينه علاقه اسريه بزاف بيان سور كنت في اسبوع ديال بنتها وفي زعما بزاف ديال الاعمال ديالها كنت حاضره فيهم اللي كانت كتصورهم في مدينه مراكش دنيا من ماشي من الناس كلهم اللي دعموني اللي حطتني في الانستغرام ديالها باش الناس يصوتوا ليا لي فان ديالها حطوني باش الناس يصوتوا ليا العائله كلها ديالها دعموني كنشكرهم بزاف وجيت انا الاولى في التصويت ديال الجمهور جيت انا الاولى وقلت لك من الفنانين كاينه دنيا باطمه كاينه المصممه عيشه عياش حتى هي باركت ليا كاينه نعمان بالعياشي حتى هو الفنان نعمان بالعياشي حط التصويره ديالي فاش كانوا في لي فوت كاين بزاف ديال الجرائد الالكترونيه الصحافه بزاف ديال الناس وانا كنشكرهم كلهم والا نسيت شي حد كنشكرهم كاملين من هذا المنبر.